مع مازيمبي في الكونغو، نتيجة حتى الآن 4-0 لمازيمبي. إن ربك لبالمرصاد، يعني نتيجة ربنا سبحانه وتعالى اسمه العدل، ومدام ربنا سبحانه وتعالى اسمه العدل يبقى نتأكد إن الغلط مش هيستمر، الغلط مش هيستمر. ولكن أرجع أقول لكم في الأول وفي الآخر اللهم لا شماتة، يعني ما فيش شماتة ولا حاجة، لكن ده اللي احنا عايزين نقوله، إن ربك لبالمرصاد. هناك المباراة حتى الآن ولسه مستمرة على فكرة، إنه المباراة البداية كانت هدف في البداية لصالح فريق مازيمبي في الدقيقة 11 هدف مبكر، بعدها في الدقيقة 25 الحكم طرد لاعب من لعيبة الترجي أنا مش عارف اسمه إيه، وبعد كده تم إحراز الهدف الثاني من ضرب الجزاء، مع بداية الشوط الثاني هدف ثالث لمازيمبي، مع دقيقة تقريبا 64 الهدف الرابع لمازيمبي، ويعني وبنلعب دلوقتي في الدقيقة 70 من أحداث المباراة. يعني زي ما بنقول وبيحكم المباراة على فكرة كوكو هو اللي بيحكم مباراة الترجي مع مازيمبي، يعني 4-0 أعتقد أن الأمور إلى حد كبير جدا 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 تكون في صالح مازيمبي، يعني في لقاء العودة حتى لو المباراة انتهت كده أعتقد صعب قوي يخسروا 5، استحالة لو جابوا مش لامبتي، ده لامبتي وأبو لامبتي كمان اللي هو عمل معنا لعبة زيمبابوي برضو مش هيكسبوا 5، فبالتالي نتيجة طبعا صعب قوي، وبالذات لما تكون في فاينل دايما نتائج الفاينل بتبقى 1-0 2-1 حاجات كده يعني، ومباراة التانية بيبقى العودة بيبقى فيها الحسم، لكن لما تبقى البداية كده مرة واحدة مباراة الذهاب كده أعتقد يعني سكور عالي قوي قوي قوي. تعرفين في المجموعة مازيمبي لعب الترجي في الكونغو في ما كانوا مع بعض في المجموعة، مازيمبي كسب 2-1، مازيمبي كسب 2-1 بس، وفي مباراة العودة والتانية اللي كانت في تونس الترجي كسب 3-0، الترجي كسب 3-0. عشان كده بقول لكم النتيجة غريبة قوي، نتيجة تقيلة قوي 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 وغير متوقعة، وبقول لكم ده في الدقيقة حوالي 72، يعني لسه بدري، لسه في حوالي 18 دقيقة على المباراة.